معلش يا جماعة، بس عايز بس احط ايديا كده قدام وشي كده عشان لو تاخدوا بالكم. ايه الاخبار يا سحلوه؟ عاملين ايه؟ وانا بيكم بدي النهارده. ايوه الحمد لله، خطبت خلاص والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني الحمد لله. عموما يعني ده السبب ان الفيديو امبارح كان هادي شويه، فعشان خاطر لان الفيديو امبارح كان واقع، لو تقدروا تروحوا تتفرجوا عليه بعد الفيديو ده يا ريت، يعني عشان ايه؟ اعتبروها المبروك ليا، يعني اعتبروها هديه الخطوبه، لان فعلا الفيديو امبارح كان واقع قوي، احنا مش عايزين القناه تقعد تاني، فاهمين قصدي ايه؟ عموما يعني مش هنطول قوي، النهارده الفيديو مش عني ولا عنكم، النهارده الفيديو عن بوحه الصباح. ايوه هنرجع للعبه دي تاني بعد ما لعبناها، اعتقد لعبناها من سنتين تقريبا، وقلت لكم اكملها، وطبعا كالعاده يعني ما كملتهاش. فالنهارده قلت ارجع لها تاني نشوفها عامله ازاي مره ثانيه، كان فيها حاجات غريبه بتحصل، في ترامب بتجري ورايا وكلاب بتتاكل وحاجات كده. وعموما يعني مش طبعا عليك اكتر من كده، خلينا نخش في الفيديو. لو عايز اكمل لايك، لو مش عايز اكمل ديسلايك قول لي ما عجبكش ليه بالظبط، ولو عايزني اكمل اللعبه قول لي. يلا بينا نبدا في الفيديو. كوبي رايت. طبعا يا جماعه بالصلاه على النبي، زي ما قلت لكم اللعبه دي ما خلصناهاش مع بعض، في مرحله المفروض انها في المدفع، ايه في المذبح قصدي، فلو ركزتوا هنا هتلاقي مكتوب اختار المشيان، عندنا المرحله الاولى والعربه والمذبح. اهو المذبح ده بقى اللي احنا نروح النهارده. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدا. صبح يا عم، يعني يخرب بيت اللعبه دي، نسيتها بتخبيها ازاي؟ ايه المزيكا دي؟ مش عارف عليك كوبي رايت ولا لا صراحه، بس عبقري هنلغيها دلوقتي حالا. اهو وقفت خلاص، وقفت. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا تاني لعبة بوحة. مش فاكر القصة كانت رايحة بينا على فين الصراحة، كل اللي فاكره ان احنا شخص بيتوف اعتقد. يا جدع يا جدع بلا قرف يا جدع والله، ايه ده؟ انا ضربت حد، الو انا ضربت حد بعيد والله ما اقصد. ايه ده؟ مين اللي هناك ده؟ ده عيل صغير؟ انت ده عيل صغير، هو ماله؟ طب ايه اضربه ده ولا ايه؟ الاطفال احباب الله والله. ايه يا كابتن؟ يا حمادة هو بيجري كده ليه؟ طب انا ممكن اموته بالتفافه؟ يخرب بيتك ولا تف عليه تف عليه تف عليه بوح تف عليه بوح. انا نسيت الفول اللي تحت على الشمال ده الهيلث بتاعي. ايه ده؟ مات قرفان ولا ايه؟ هو مال ايه ده؟ مال ايه ده؟ ايه الدراما دي؟ انا نسيت دي لعبه دراما والله. طب زي ما انتم شايفين جرافيكس اللعبه خرافيه خزعبليه رهيبه. المفروض احنا هنتكلم عن بشندي ده، مش فاكر اسمه ايه، عصايه اهي ما خدتهاش دي من الاول والله. ها يا حاج، ازيك يا بوحه؟ ازيك يا ابني؟ الحمد لله على السلامه يا عم الحاج. ما هو بس بصوت بوحه؟ معلش يا بوحه المواصلات، انا جاي اقول لك تعمل ايه عشان توصل لمحروس الضبع. احنا عايزين نروح لمحروس الضبع صح، هو ده هو ده. قول يا عم الحاج. العالم اللي هنا دول لبط ولازم تاخدهم بالسياسه عشان تعرف تسلك. بس يا عم الحاج بس مش بوح اللي يعمل كده. صبح انا هعلم على المنطقه دي كلها، يا منطقه ما فيش راجل، يا كزرين نص لب ما حدش يكحبل في محروس السبع. يا كزرين نص لب، يا منطقه ما فيش راجل، يا كزرين. ايوه سمعنا الجمله دي خلاص، يا منطقه ما فيش راجل، يا كزرين. ماشي انا عرفت الجمله دي خلاص، خلصت. طوح الضرب في جزرين المطبخ عشان ايه؟ لحظه واحده بقولها غلط. طوح الضرب في جزر، يا جماعه مش عارف اتكلم من النطق بتاعي. طوح الضرب في جزرين المدفع. مدفع ايه يا ابن المسيح؟ ركز يا ابني، انت خضبت واتهبلت ولا ايه؟ تعبت واشتغلت. طوح الضرب في جزرين المدبح عشان محروس الضبع يطلع لك. هي مكتوب الضبع ولا الضبع؟ والله مكتوب الضبع. ما علينا، انت بقى اعمل حاج ده كله والله. تيجي ناخد لنا ثمنيل لو ينفع ولا ما ينفعش والله ولا ايه؟ مش عارف يا حاج انت عامل كده ليه والله. ماشي، هدفنا نضرب يا دي النيله يا حاج، انت لسه عايشه؟ هدفنا نضرب الناس الغلابه دول عشان نطلع محروس الضبع ولا مش عارف اسلام المرج ولا مين والله. خدي اه ايه يا حاج الصحه دي؟ ايه الاباره دي مالها؟ دي ماتت يا بنت، استني بشوف. ايه ده انت كمان؟ ايه الدراما دي؟ ايه ده هي ماتت كده؟ هي مالها امرايه كده؟ ما علينا، فهدفنا من الاخر نلطش في الناس عشان نطلع الراجل بتاع المدفع، المذبح 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 المذبح. ايه ورق جرايد على الارض ده؟ وماله عامل كده ليه؟ ايه ده؟ دي الاخبار، السيد علي السيد ليز. ياه اللحظه دي قديمه قوي والله العظيم، والمزيكا بتاعتها مستفزه اقسم بالله. ايه ده؟ في نبله، الله نبله. فين بقى البندقه؟ ايه ده؟ كلاب هاري بوتر، انا فاكرهم دول والله، انا فاكرهم دول. انا لسه واخد بالي من فوق على اليمين ان انا وشي متشلفط خالص. عامه هنموت الكلاب دي، الكلاب اللي ايه ده؟ عرفت هاري بوتر، هاري بوتر والله العظيم. طيب موتنا اربع كلاب. في قدر فول هنا، قدر فول هتهينا. ابص صوت بوحه كان متضايق فوق بقى مبسوط. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي؟ انت رجع؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده الدور الهي، هو بينط كده. يا جدع يا جدع اسكت يا جدع. لا 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 مش هتكلمني تاني. لا لا يخرب بيت المزيكا بقى، ما ينفعش. انت بتعمل ايه يا بوحه؟ هو بوحه عامل كده ليه؟ طيب لازم نقتل حماده تاني للاسف، فندي حماده ب 200 كده. استنى حماده بقى يا ابني، اداله في وشه. ايوه كده هو ايه ده؟ لا هو مات. في ايه قصادي؟ يخرب بيتك يا حاج بقى، احترم نفسك، لسه في دور هحاربه دلوقتي. استنى لحظه، خلاص متوا. هي مصدعه ولا ايه مالها؟ ده في 60 عدو في المرحلة دي، ده ايه ده والله؟ أنا قاتل 7. طيب هناخد قدر الفول. هنا بقى في طور الزفت الطين الهايج اللي في عنبر، أهو أهو مجنون أهو. يا ده استنى يا يخرب بيت، ولا ده بيعمل هورس، بيعمل تور، بينط، يخرب بيت قرونك. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده يا ابني؟ إيه يا ابني ده؟ أنت المفروض تور يا ابني. إيه ده؟ طب لحظة واحدة والله، معلش يا جماعة لحظة واحدة.
كان لازم اتف عليه. معلش معلش انا اسف. طب احنا كده اتقفلنا 8 من ال 60. ايه بقى المكان الكبير ده؟ ايه المكان الكبير الواسع ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ حاسس ان في سر هنا. تحريات كلب. تمام. لا المفروض نروح من هنا. اوكي لحظه واحده. هو في واحد فوق المبنى ولا انا بلعب كول اوف ديوتي كتير فشايف واحد سنايبر فوق ولا ايه ده؟ ايه الحته اللي طالعه من المبنى؟ لا دي حته عاديه يا باشا. مين اللي جاي من هناك دول؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه الدم اللي فيكم ده؟ ايه ده انتوا ناس عواجيز والله العظيم. ايه ده؟ استنى بس. هم دول بحر نو. ايه ده بتقولوا؟ كنت اقول بحر 2.0 والله. هم ايه يا فقدت النوت. استنوا انت ده بس كده خلاص. ايه ده؟ ايه ده عملها سلو موشن والله. هو ما انا فين راسه؟ فين راسك يا كابتن؟ ما علينا. ايه المكان ده بقى؟ كيلو الحم مش اللحم. الحم كيلو الحم. يا ولاد الذين الافيه. هو ده مات من مين؟ انت مت من مين؟ انا قتلتك انت بس انت مين اللي قتلك؟ ما علينا. كيلو الحم اللي ممكن يتاكل فقط 76 جنيه مع تحيات المعلم عكوى الجزار. ماشي ادي اللحمه اهي. وفي ثلاجه فيها بيبسي وشيبسي بتاع التسعينات تقريبا. كميه اعلانات غير مدفوعه بتتعمل في الفيديو ده والله العظيم مش طبيعيه. فول والله العظيم لسه واكل فول النهارده في الحقيقه. ما علينا. موتنا 13 من 60. ده نفس الاعلان بالظبط. لسه مش عايزين تخفوا. ليه خفت من الكلاب المتخلفه دي؟ تف عليه. خد التفه دي. مع السلامة. الناس اللي بتلعب دارك سولز بقى والكلام الفاضي ده. يا جدعان بص يا جدعان على الاكشن اللي بيحصل في اللعبة دي. هات يا هو ده سيف؟ ده حكيت معانا قبل كده. دي اللي اسمها ايه ده؟ دي السنجة صح اللي كنا بندور عليها قبل كده. ايوه ايه المواسير الكبيرة دي بتشيل حمام ايدي والله. طيب فين بقى اسلام المرج ده؟ فين قصدي اسلام الضبع؟ اسمه ايه؟ محروس الضبع. فين محروس الضبع ده؟ انا كنت بقول عليه اسامي غريبة المرة اللي فاتت برضه على فكرة والله العظيم. ماشي خلاص. مين اللي ضرب؟ مين اللي بيضرب؟ يا حماده بقى انت وامك بقى يخرب بيوتكم والله العظيم. بس يا حاج بقى تلمي بقى تلمي بقى تلمي تلمي بقى تلمي 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 والله تف. اقسم بالله تف عليكي. خدي دي بالقرف. انا اصلي رجل احمر لان انا صدقت الراجل المجنون ده. انا استقل ضرب الجزم. ايه؟ انا اصلي رجل احمر لان انا صدقت. لا مش بقولك ايه عشان تكررها. ايه الهدف بتاعنا طيب؟ مين ده؟ مين اللي قدام؟ مين ده؟ انت مين يا كابتن؟ هو انت ليه مختلف عن البقيه كده؟ ايه ده؟ انا افتكرت ده البوس فايت والله. هو مات ولا ايه؟ هو ده كان واحد غلبانه وضربته ولا ايه؟ مش فاهم. السلام عليكم. باي باي. باي باي. ماشي نورت نورت في بيت الدراما والله العظيم. بندقه معانا. بندقه وحاجه اخر دقدقه دقدقه. ايوه هي دي. ايه بقى اللي فوق هنا بقى؟ عشان حاسس ان هنا في سر والله العظيم. استنى لحظه يا عم الكابوريا. انت نسيت انت بتمشي ازاي والله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ماله السلاح؟ ماله السلاح يا بوحه والله؟ انت كويس؟ انت بقيت عملت لي كنيسس يلا. وانا ليه يا جماعه بقيت سلو موشن كده؟ اوكي ادي اول نطه. ماشي تاني نطه. تالت نطه. هو ايه ده بقى اللي قدامي ده يا عم؟ السلاح اللي بيطير من ايدي ده يا جماعه ده فورتنايت الباركور بتاعه اسهل من كده. ايوه ده طلق البندقيه. وانا اللي فاكر نفسي جبت سر وبتاع وهيكون معايا سلاح من دوم مثلا. انا شايف واحد بعيد قوي. شايفينه بعيد قوي بعيد قوي. بنعمل ايه بقى؟ نعمل بيو. انا نسيت البندقيه دي قد ايه كانت سيئه والله العظيم. مبدئيا انا مش عاجبني ان في حمير كتيره كده. ايه ده لحظه مكتوب اهو مفاجاه ساره من محلات علي عوض. كيلو لحم الحم البقري. لحم الحمير بقى بقري. تم تحقيق الكوميديا يا حماري والله العظيم. انت مالك مشلفك كده ليه؟ ماشي مش عارف ده الصراحه بياع ولا حد نقتله بس نقتله خلاص. ما جاتش فيه ما جاتش فيه. يخرب بيت الشجن اللي طلقه بيروح في كل حته ده. يا جدع يا جدع اضربك منين طيب؟ هنموت. ايوه ايوه ايه ده؟ ايه الدراما دي؟ كلهم ماتوا مع بعض والراجل ده ماله لابس شورت كده مش محتشم كده ليه؟ حماري اجري انت خلاص في امان مش هتتاكل. لحظه هو لحم حمير ولا لحم كلاب؟ والله موتلي ده. لا انا هموتكم تفافه. انتوا ما تستاهلوش الطلق الصراحه. خه يا ادي اول تف. ايه ده؟ والله الحمير غلابه قوي اقسم بالله. طيب فين بقيه الناس بقى؟ انا همشي بالنبله الصراحه لان الايم بتاعي احسن بكتير زي ما انتم شايفين. ولا واحده جت في الراجل الحمد لله. اوكي انا مش عايز اموت. ممكن ما اموتش ممكن ما اموتش ممكن ما اموتش. فين البندقيه بتاعتي؟ يا ده البندقه اهو. لوش 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 لوش. ايوه واحد مات اهو. لوش لوش لوش. التاني مات ولا لسه؟ التاني مات والتالت مات الحمد لله. الله يخرب بيت دي لعبه والله العظيم. يا لهوي وش بوحه فوق على اليمين متخرشم متخرشم. هو ده كشك ايه يا جماعه؟ ده بيبيع ايه والله؟ في تليفون قديم. ايه ده؟ هي مال الثلاجه دي عملاقه كده ولا بوحه بقى عيل صغير ولا ايه؟ محلات المعلم عظمه وشركاه اسعارنا في المتناول للجميع. مفاجاه الاسعار قائمه الاسعار. كيلو بتلو ب 120. كيلو الضان ب 100. كيلو الكندوز ب 80. كيلو عظم ب 50. كيلو ايه ده؟ ايه شفت ده؟ ما شفتش. لا 45. كيلو جلد 42. كيلو الحاجات الثانيه ايه؟ ايه ده؟ ايه الحاجات التانية دي؟ لا 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 الحاجات اللي جامايكا بياكلها دي مالناش دعوة بيها. تعالوا لي بقى يا ترين بقى، تعالوا لي يا ترين والله. فول واكلين، بندقة ومعانا، خاتم خطوبة وموجود، مش عارف في صباع ما حسبتوش الصراحة. ايه بقى اللي بيحصل عند ترين جوه؟ هما فين؟ ايه ده ما جوش أصلاً. أيوه أيوه يا لهوي. أيوه واحد مات.
ايوه التاني. يا جماعه بقى يا جماعه لعبتكم سهله، 41 واحد ميت، المرحله دي طويله قوي كده ليه؟ دي مرحله واحده بس يا اخوانا والله العظيم. لحظه واحده، هو ده مش نفس المكان اللي كنت فيه من شويه؟ لا مش هو، مش هو، ظلمنا. والله العظيم اللعبه دي يا جماعه لو كانت نزلت كنت استمتعت بيها جدا الصراحه، يعني ولا فارق معايا الجرافيكس بتاعتها عامله ازاي، ولا فارق معايا اي حاجه. اللعبه انا بحب اللعب دي، انا بحب اللعبه العبيطه دي. في طريقي الى محروس الضبع عشان ازعله، مش ازلعه، انا مش عارف ليه فقدت النطق النهارده، انا مش نايم كويس الصراحه. لحظه واحده، مين ده؟ انا لسه معدي من هنا 5 مرات، مين ده؟ انت مين يا كابتن؟ ده مين ده؟ مين العبيط ده؟ متباقي 10 انميز يا جماعه، والله كنا واقفين هنا وما كانش بيعمل حاجه والله. طيب مكتوب ايه هنا بقى؟ لو نفسك تاكل لحمه دلوقتي ممكن، بشر محدودي الداخلي، كيلو اللحمه الحم برضو، مع اللي عملوا اللعبه ما بيعرفوش يكتبوا لحمه على فكره، ب 250 جنيه بالتقسيط، ادفع 20% والباقي على 6 سنوات، مع محلات المعلم ركبة الدني. ايه الدني ده؟ ممكن تاكل لحمه. اقول لكم ايه؟ الافيه ده افيه يعني عنصري وطبقي بشكل مبالغ فيه والله العظيم، كويس ان اللعبه ما نزلتش، انا غيرت رايي خلاص. طب احنا عايزين اي فول بقى، اي حاجه، لو موجود اي حاجه في اي مكان بجد. عماد متباع 10 انميز، انا شايف منهم 3 هناك، شايفينهم؟ استنى اوريكم والله. لو ركزتوا هناك واللعبه بترندر كده هتلاقوا في 3 بني ادمين اهم هناك، او 3 ستات عواجيز يعني، وفي فول من هنا. تعالوا نجيب الفول الاول، تعالوا نجيب الفول الاول. هم شافوني اصلا والله العظيم. ده زينه اللي مع هركليز مش مخيفه كده اقسم بالله. ادي الثانيه وادي الثالثه. سلام عليكم. نهيل بقى الواد حماده جاي من بعيد هتحاربني من بيبله. لا والله العظيم مات خلاص. انا ملك النبلات بالمناسبه، انا كنت جامد جدا بالنبله في الحقيقه والله العظيم. متبقي 6 اشخاص. ها يا عم محروس الضبع الزفت الطين اسلام المرج. المره دي عملتها اف الصراحه، قلتها اف صراحه يعني، انا ما نكدبش. في حد ضرب عليا بشجن وفي كميه حاجات هنا مش طبيعيه. هو انا داخل بوس فايت ولا ايه؟ وانا ليه في زخاخيك وحواري كده؟ ممكن اخش من هنا؟ اه والله ممكن اخش من هنا. لا يا حماده، لا يا حماده ما تزونيش يا حماده. تعال قرب يا حماده، قرب قرب حماده. حماده الكلب قاعد، هنطلع نعمل كويك بيك، كويك بيك. ده في كذا حماده. الو ماشي، ادي التاني وادي التالت اهو يا حماده بقى. ماشي ادي حماده كلهم ماتوا. نهيل هو ايه اللي هناك ده يا جماعه؟ ايه التمثال ده؟ بيرقص دبكه ولا ايه؟ والله ايه ده؟ متبقي 3 اعداء، هما فين؟ اين انتم يا اوغاد؟ انا سامع صوت من هنا والله العظيم، في صوت دوشه هنا. ده الماتش يا نهار ابيض. هو الواد ده بيعمل ايه في القهوه والله؟ انا ضربت ضربتين الصراحه عشان اوصل. هو حماده مات يا عم، هات النبله يا عم. موت بقى. ادي واحد مات، ومتبقى واحد بقى معاه سنجة او حاجه. تعالى يا كابتن، تعالى من بعيد يا كابتن، تعالى من بعيد يا كابتن. مبروك انت كده علمت على المذبح كله ومحروس الضبع، قرر يقابلك. اوكي بس يا عم الحاج، ايه دي قصة حياتي؟ عشان كده انا عايز اعرف سكة ولاد ابو اسماعيل دول. ايه ده؟ قصة حياتك ايه يا كابتن؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة، يعني محروس الضبع بعد ده كله طلع طيب؟ بس بطل كنز النيافتة، وبعدين انا ابوها الصباح، صبح صبح يا عم الحاج. لحظة واحدة، يعني انا كل ده عشان اقابل الراجل الشرير واقول له صداقة كنز النيافتة بجد؟ انا معرفش ولاد ابو اسماعيل دول، كويس؟ انا كل اللي اعرفه انهم بيشتروا مواشي ولهم شغل في المذبح، لكن انا معرفش طريقهم، كل اللي اعرفه العربيات اللي بتحمل المواشي تبع راجل مهم قوي وكبير في كار العربيات اسمه منصور شفيق. ايه ده؟ ده بيقولوا دلوقتي ان في واحد اسمه منصور شفيق، ده ايه ده والله؟ منصور شفيق مين؟ تمثيل؟ ومزيكا بقى باينه قدامكم دلوقتي، لان عبقري لو هيبين التمثيل هيبين المزيكا خلاص. اه لحظه بقى عشان اعملها زي زمان. ميشان كومبلي يي 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 يي. اه والباليه. هنا حياتي رايحه على فين؟ يا جدعان يا جدعان احنا ما خلصناش اللعبه يا جدعان، كنت فاكر ان دي اخر مرحله والله. لا 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 لا، لو عايزين اللعبه تاني بقى تقولوا لي في التعليقات تحت، كفايه قوي على كده النهارده. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، لو عجبكم اعملوا لايك، لو مش عجبكم اعملوا ديسلايك، قولوا لي ما عجبكمش ليه بالظبط، ولو عايزين نكمل اللعبه قولوا لي برده، لو حاسين ان فيها حاجه زياده للي لعبها قبل كده يعني. وانا اشوفكم المره الجايه. و الله يبارك فيكم. سلام يا استاذ. تعبت واشتغلت، سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي، عارف اني بتعب فيه بجد. دوم وعرق شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي، بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.